مشاهدينا الآن من أربيل عبر سكايب ينضم إلينا المحلل السياسي السيد علي البيدر. أهلا بك يا سيد علي. أهلا، صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام. سيد علي، لو استعرضنا أبرز المشكلات في الإقليم، ما هي لو سمحت وما أبرز الحلول لها؟ تفضل. نعم، طبعا وفق رؤيتي للمشهد داخل البيت الكردي، أرى أنه الأزمة جرى استيرادها من الخارج، يعني هي ليست أزمة داخلية. نتحدث عن طريقة إدارة أو فلسفة إدارة إقليم كردستان، حدثت يعني عندما حصلت تجاذبات سياسية وانقسم البيت الكردي إلى نصفين، قسم ذهب مع الإطار التنسيقي والآخر باتجاه تحالف إنقاذ وطن. يعني جذور المشكلة ربما أو الأزمة تبدو من هنا. عقب ذلك يعني ورغم حالة التوافق السياسي، حصلت حالة من التشنج والقلق فيما يتعلق بموعد إجراء انتخابات أقليم كردستان الخاصة بالبرلمان التي على ضوئها تشكل حكومة الأقليم وتختار رئاسة الأقليم أيضا. لذلك يعني رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني ولديه رؤية خاصة بأنه صاحب المقاعد الأكبر ويجب أن يعني تفرض رؤيته على الواقع داخل أقليم كردستان. كانت هنالك اعتراضات من قبل اليكتي بهذا الخصوص، لكن في نفس التوقيت أرى أنه يعني خيوط أو خطوط التواصل بين البارتي واليكتي هي أكبر وأعمق وأكثر من الأزمات التي ممكن أن تؤدي إلى قطيعة بين الحزبين. هنالك مشتركات حقيقية وعميقة لا يمكن تجاوزها، وأرى هذه يعني الخلافات حالة صحية داخل أقليم كردستان من أجل التنافس على تقديم خدمات أبرز للمواطنين، ويعني هي حالة حتمية أو نتيجة حتمية داخل العمل السياسي. ربما تتقاطع الرؤى أحيانا وحتى المصالح، لكن على العموم أنه هذه السيد الأزمة علي، إذن غير لو مفتوحة. سمحت، نعم لو سمحت، إذن ما هي أبرز الحلول لهذه المشكلات ولماذا تمت الاجتماعات واللقاءات في هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم، يعني هذه اللقاءات جاءت بعد حالة من التشنج حصلت بين الحزبين، ويحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني وحتى اليكتي أن يتقربان من بعضهما. أعتقد الحلول سهلة وبسيطة، ربما تتعلق أبرز تلك الحلول بموعد إجراء الانتخابات الخاصة بالأقليم، وهذه مسألة فنية تحددها مفوضية الانتخابات، ومن هنا يمكن التوصل إلى حلول تعالج هذه الأزمة أو حتى يتم تصويرها، خصوصا أن هنالك رغبة أقليمية دولية وحتى محلية بالعمل على رغبة الصوت داخل الحزبين أو نعم. بين الحزبين. ذكرت لحضرتك أنه المشتركات أكبر وأعمق من التقاطعات التي حصلت طيب خلال سيد المرحلة علي، إذن الحالية. ما الذي تعنيه الآن الإشادة الأمريكية أو الإشادة البريطانية حول هذا التقارب الكردي؟ لماذا أشادت؟ نعم، يعني كما واضح قبل أيام قليلة كانت هنالك زيارات متكررة أبرزها المبعوث الأمريكي وكذلك السفيرة الأمريكية ووفد أمريكي رفيع كانوا هنا في أربيل، والتقى بالسيد مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وقدم وجهة نظر تتعلق بالحلول. يبدو أن هنالك ترحيب أمريكي بهذه الخطوة التي قد تكون باكورة لخطوات أخرى، وإن لم يعني يتوصل الطرفان إلى أي حلول حتى هذه اللحظة، لكن
هما اتفقوا على الحوار، وأعتقد الحوار سوف يجلب المزيد من الحضور الدبلوماسي داخل المشهد، بعيدا عن عملية فرض الإيرادات أو تمرير أجندات خاصة يتحفظ عليها الطرف المقابل. نرى أن النوايا طيبة، ينقصهم بروتوكول أو برنامج لإعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة، خصوصا فيما يتعلق ب الانتخابات داخل الإقليم، وهي ربما القش التي قصمت ظهر البعير الدبلوماسي إن صح الوصف. لا شك أن هنالك ربما أطراف داخل إقليم كردستان تحديدا تتربح من هذه الأزمة وتعمل على إدكائها من خلال إيصال رسائل سلبية أو يعني خلق مناخ أو بيئة سلبية داخل إقليم كردستان، وحتى خارج الإقليم هنالك أطراف ترحب بأن تصل العلاقة إلى القطيعة بين العنوانين الرئيسيين للقضية الكردية في البلاد. وذكرت لحضرتك يعني وأكرر ذلك، المشتركات أكبر من أن يصلان إلى نقطة اللا عودة. طيب سيد علي، إذن كيف سينعكس هذا التقارب على الملفات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد؟ نعم، لا شك وحدة البيت الكردي تعزز الحضور الكردي في بغداد وتقوي يعني إمكانيات وقدرات التفاوض، كوننا يعني كما عرفنا البيت الكردي بعد العام 2003 هو كان يد واحدة، ربما حصلت بعض الرؤى والمواقف، وأعتقد لغياب الرئيس الراحل المرحوم السيد جلال طلباني أثر كبير في زعزعة استقرار البيت الكردي. لا شك سوف تقوي موقفهم في بغداد، وأعتقد أنه لا توجد يعني مشاكل أو معوقات كبيرة خلال هذه المرحلة ربما تتسبب بزيادة الشرخ. الجميع يمد يده للسلام والحوار، وخصوصا أن هنالك حالة من الانسجام السياسي رغم وجود بعض العقبات والمواقف، لكنها يعني أسهل من جميع المراحل. ولاحظنا وجود نوايا طيبة للإقليم من خلال تقديم الكثير من المواقف والرؤى والمبادرات التي من شأنها أن تعزز يعني حالة التوافق والانسجام السياسي التي تشهده البلاد اليوم. طيب إذن المحلل السياسي من أربيل السيد علي البيدر، شكرا لانضمامك إلينا.